السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا طبعا عندنا رواتر من الشكل اللي قدامك ده كده، اي راوتر بقى سواء كان اورنج او فودافون او حتى وي. فدلوقتي لما تيجي تبص فوق كده تلاقي في حاجة اسمها هنا 2.4 هنا جيجا هرتز، وعندي كمان هنا 5 جيجا هرتز. طبعا في الفيديو ده انا هعلمك ازاي تقدر تشغل 5 جيجا هرتز، ودي يعتبر اعلى سرعة موجودة. طب خلينا نفرق بين الاثنين كده بسرعة. اللي هي ال 2.4 جيجا هرتز اللي موجودة عندك في الراوتر دي ليها القابلية ان هي تخترق اشارة الواي فاي، تخترق الجدران عادي جدا وتقدر توصل لك الاشارة، لكن هيكون سرعة الانترنت بطيئة شوية. على عكس طبعا اللي هي ال 5 جيجا هرتز ان هي مش بتخترق الجدران قد كده، لكن هي بتوصل لك عادي جدا، ممكن يكون شرط او شرطتين، لكن سرعة الانترنت بتاعتها بتكون عالية جدا، وهنعمل اختبار في اخر الفيديو. فدلوقتي تابع معايا كده، لكن في الاول ما تنساش دعم بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده هنبدأ الفيديو. خلينا كده متفقين، لما تيجي تستخدم الكمبيوتر او تستخدم التليفون هي نفس الطريقه تقدر تستخدمها عادي جدا. فانت في الاول فوق هنا بتكتب في عنوان اليو ار ال اللي هي 192.168.1.1، وبعد كده بتكتب هنا اليوزر نيم والباسورد اللي هتلاقيه موجودين في ظهر الراوتر. هتلاقيه في ظهر الراوتر دي لزقه كده، اللزقه دي هتلاقي مكتوب فيها الباسورد، وتلاقي مكتوب فيها كل البيانات اللي انت عاوزها. فدلوقتي هتروح عندك على اليوزر نيم، طبعا بتكتب هنا يوزر، ممكن تلاقي اي حاجه تانية انت او اي حاجه هي مكتوبه لك، ممكن يكون ليها اسم مختلف، يعني كل راوتر بيكون ليه اسم مختلف. تمام، هتخش على نفس الصفحه هتلاقيها على رواتر وي وفودافون واتصالات وكل حاجه، هتلاقي نفس الشكل بالظبط بنفس السوفت اللي قدامك ده كده. فانت كل عليك بس بتروح عندك على حاجه هنا اسمها الانترنت، وبعد كده بتروح عندك على سكيورتي، هتلاقي في حاجه اسمها الفاير وول معموله ليفل لو، خليها هاي. طبعا دي بيدي لك نظام امان في الراوتر علشان ما فيش اي حد يقدر يخترق الراوتر بتاعك او يخترق الباسورد بتاع الراوتر عندك. فدلوقتي بتروح عندك على حاجه هنا اسمها لوكال نتورك، خلي بالك من النقطه دي، وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها دبليو لان، هتضغط عليها ضغطه. هنا بقول لك الدبليو لان عندي هنا في ال 2.4 جيجا هرتز معمول لها اوف، وعندي كمان دبليو لان 5 اللي هي جيجا هرتز معمول لها برضه اوف. طبعا هعمل دي اون ودي اون، تمام، وبعد كده بعمل ابلاي. ركز كده معايا، انا هحاول كده اقرب لك الفيديو شويه. هتلاقي في هنا كده اول مجرد بس ما جاي اعمل ابلاي هتلاقي على طول اللمبتين بتوع ال 5 هرتز واللمبه اللي هي 2.4 جيجا هرتز بدات تشتغل معايا زي ما انت شايف كده. فطبيعي انت تقدر تشغلهم بدون اي مشاكل وهيشتغلوا معاك. طيب دلوقتي انت محتاج تغير الباسورد للاثنين، انت بس بتروح عندك على حاجه اسمها دبليو لان اس اس دي، لو ما لقيتهاش ممكن تفتح اللي بعدها. طبعا بقول لك هنا ريفرش بيج، مش مشكله، اعمل ريفرش للصفحه. تمام، هنعمل ريفرش كده ونشوف هنوصل لفين. عملت ريفرش، بتروح عندك بتضغط عندك على دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هتنزل تحت كده شويه هتلاقي فيه هنا اس اس دي 1 اللي هي 2.4 جيجا هرتز، ممكن تخليها مثلا دي باسم احمد. تمام، وبعد كده بتروح تكتب الباسورد زي ما انت عاوز، براحتك اكتب الباسورد زي ما انت عاوز. طبعا عندي هنا اس اس دي 2، لان هنا بتشيل تخليها هنا اوف. تمام، خلي دي اون عادي جدا، لان خلي دي اوف. ننزل تحت كده شويه لحد ما تدور على حاجه هنا اسمها اس اس دي، عندي هنا ال 5 جيجا هرتز، ممكن تخلي دي مثلا علام. تمام، وبتكتب الباسورد، يعني انت هتخلي لل 2 هرتز اسم وهتخلي لل 5 هرتز اسم، وبعد كده انت على طول بتعمل ابلاي، وعلى طول بيعمل سيف عندك للاعدادات الخاصه بالراوتر، ومن هنا انت هتخلي للراوتر ده اسمين، ممكن تليفون يلقط من على المدى البعيد وممكن تليفون يلقط من على المدى القريب. شكرا لكم، وما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير ومع السلامة.